صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. نهار جديد بنطلع عليكم عبر برنامج صباحنا غير لنسلط الضوء على جميع النشاطات الثقافية والفنية والاقتصادية في دمشق والمحافظات السورية. يمكن سلمى هيدا الأسبوع في تحضيرات كتير، الأسبوع القادم بداية العام الدراسي، عم نشوف خلال هيدا الأسبوع في عجقة بالسوق، تجهيزات المدارس، الأهالي مع أولادهم معجوقين بتحضيرات القرطاسية. يمكن من أجمل القصص اللي عشناها بأيام الطفولة كيف كنا نحضر ثياب المدرسة والأقلام والدفاتر، خصوصا الأقلام الملونة. يعني أكيد نور، يسعد صباحك أول شيء، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية يلي عم يحضرونا بنهار جديد وحلقة جديدة من عمر برنامجنا صباحنا غير. مثل ما قلتي هذا الأسبوع فيه عجقة الناس اللي بدها تلحق يمكن لتحضر للمدارس، واللي شوي بدها هيك مثل ما قلنا في ناس لسه ما لحقت بدها تلحق الصيفية. إن شاء الله يا رب هاي الأيام كلياتها خير وأمان وفرح على سوريا كلها. مثل كل يوم مجموعة من الأخبار وأيضا مجموعة من المواضيع مع الضيوف المختصين رح نتابعها معكم، ولكن بعد هالفاصل. سلمى اليوم 29 آب، هالتاريخ يوم بعد يوم عبر سنين كان في أحداث مفصلية، شو تسجل بذاكرة الأحداث بمثل هاليوم؟ خلونا نتابع بالتقرير التالي. اليوم 29 آب، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كثير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1831 الكيميائي والفيزيائي البريطاني فاراداي يكتشف ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. وبمثل هاليوم من عام 1982 فريق بحثي ألماني يكتشف عنصر الميتينيريوم. وبعام 2008 افتتاح مركز شنغهاي المالي العالمي. وبعام 2015 تلاشي العاصفة الاستوائية أريكا مخلفة 30 قتيل وخسائر بالملايين. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 29 آب يوم ولادتها بعام 1862 موريس ماتريلينك، شاعر وأديب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل بالأدب بعام 1911. وبعام 1904 فورسمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1956. وبمثل هاليوم من عام 1958 مايكل جاكسون، مغني أمريكي. بمثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1987 ناجي العلي، رسام كاريكاتير فلسطيني. هي كانت أبرز الأحداث اللي سجلها تاريخ 29 آب. معكم سعيد.
نور، مثل ما تابعنا بمحطاتنا لليوم معنا حنظل اللي هو شخصية انطبعت بذاكرة العرب جميعا، وهي حملة توقيع الرسام الكاريكاتوري الفلسطيني ناجي العلي يلي بمثل هاليوم تم اغتياله. محطات من حياته بنتابعها بالتقرير التالي. ناجي العلي رسام كاريكاتير فلسطيني ولد في عام 1937، تميز بالنقد اللاذع الذي يعمق عبر اجتذابه للانتباه الوعي الزائد من خلال رسومه الكاريكاتورية. بعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هجر مع أهله في عام 1948 إلى جنوب لبنان وعاش في مخيم عين الحلوة، ثم هجر من هناك وهو في العاشرة، ومنذ ذلك الحين لم يعرف الاستقرار أبداً. فبعد أن مكث مع أسرته في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، اعتقله الاحتلال الإسرائيلي وهو صبي لنشاطاته المعادية للاحتلال، فقضى أغلب وقته داخل الزنزانة يرسم على جدرانها. كان الصحفي والأديب الفلسطيني غسان كنفاني قد شهد 3 أعمال من رسوم ناجي في زيارة له في مخيم عين الحلوة، فنشر له أولى لوحاته وكانت عبارة عن خيمة تعلو قمتها يد تلوح، ونشرت في مجلة الحرية في عام 1961. حنظلة شخصية ابتدعها ناجي العلي تمثل صبياً في العاشرة من عمره. ظهر رسم حنظلة في عام 1969، أدار ظهره في سنوات ما بعد 1973، وعقد يديه خلف ظهره، وأصبح حنظلة بمثابة توقيع ناجي العلي على رسوماته. لقي هذا الرسم وصاحبه حب الجماهير العربية وبخاصة الفلسطينية، لأن حنظلة هو رمز للفلسطيني المعذب والقوي رغم كل الصعاب التي تواجهه، فهو شاهد صادق على الأحداث ولا يخشى أحد. كان لدى ناجي شخصيات أخرى رئيسية تتكرر في رسومه، مثل شخصية المرأة الفلسطينية التي أسماها ناجي فاطمة في العديد من رسومه. اغتيل ناجي العلي في 29 من آب من عام 1987. سلمى، بننتقل كمان من دمشق وتحديدا من دار الأسد للثقافة والفنون. أقيم أوبريت غنائي مسرحي حمل عنوان احكي لي عن بلدي، قدمته فرقة آرام للمسرح الراقص بمشاركة نجوم The Voice Kids، وذلك برعاية من وزارة الإعلام. زميلتنا سالي شار كانت متواجدة بالمكان ورجعت لنا بالمادة التالية. الغد المشرق وأبناء هذه الأرض الطيبة، صدحت حناجرهم الملائكية أنشودة الحياة. من هالأرض أنا وأنتو، من هالأرض أنا حكايتها وبدايتها وأنتو حاضرها ونهايتها. احكي لي عن بلدي، أوبريت غنائي مسرحي قدمته فرقة آرام للمسرح الراقص بمشاركة نجوم The Voice Kids في دار الأسد للثقافة والفنون، وذلك برعاية كريمة من وزارة الإعلام وبحضور رسمي وشعبي. هؤلاء الأطفال تحدثوا عن سوريا على الرغم أنهم حاربوا، حاربونا بطفولتنا، نحن نحاربهم بكلمتنا، بثقافتنا، بقدرتنا على التأقلم والحياة للانطلاق مجدداً. احكي لي عن بلدي، تحدث عن سوريا المستقبل، سوريا الحياة، سوريا المحبة، سوريا التنوير، سوريا الثقافة. أما هم أرادوا أن تكون لنا سوريا الدمار، الإرهاب، الخراب.
نحن نقول لهم سوف نبقى، سوف سوريا سوف تبقى منتصرة إن شاء الله بعزيمة أطفالها. هؤلاء هم أطفال الحق، أطفال الحق، المستقبل، الغد. رسالة أكيدة اللي نبعتها نحن منرد بالفن الراقي، منرد بالحرية، منرد بالصمود، متثبتين بأرضنا، رح نرجع نعمر سوريا مثل أول وأحسن إن شاء الله. الأمل والطفولة التي رأيناها هي أكبر تعبير عن حيوية السوريين وعن إصرارهم على تحقيق الانتصار. هذه فرصة أخرى لنا كسوريين لكي نعتز بالفن السوري وبدار سوريا التاريخية على مختلف الأزمنة. وأطفال سوريا اليوم يجسدون هذه الانتصارات والأمل بالغد الجميل. نحن اليوم عم نقول رغم الأزمة ورغم الظروف اللي مرت على بلدنا الحبيب سوريا، لسه الفنانين والمبدعين باقين بسوريا، وأطفالنا الأطفال السوريين المبدعين موجودين وعم يقولوا كلمتهم بنظرة نحو المستقبل، بنظرة معبرة. هذا الجيل اللي رح يبني سوريا، سوريا الغد، سوريا الحلوة الجميلة بشكل عام. جيوغراف ولوحات تعبيرية راقصة قدمت مع أصوات أطفال سوريا المبدعين والتي تنبض بحب الحياة وبالغد الأفضل. فرغم الجراح التي كانت ورغم ما تعرضت له الطفولة، سيبقى الأمل هو مفتاح الغد الأجمل. أنا كتير مبسوطة بالحفل، واليوم رح نمثل وكتير رح ننبسط ورح نشوف الجمهور ورح ننبسط ونتحمس. اليوم رح نقدم أغاني جماعية طبعاً جديدة ما نسجل قبل المرة، ورح نمثل ونغني لأول مرة بحفلاتنا. دهنا يا وطن بالشوق غالي، دهنا يا وطن بالشوق غالي الحنين، مقصر وبالصبر غالي يا هي يا با. بالمحبة نبني الوطن، وبالعلم والمعرفة ندافع عن كل شبرنا. رسالة حملت الكثير من المعاني وجسدت القيم النبيلة التي حملها الأطفال في عيونهم وصدحت بها حناجرهم لتصل إلى كل العالم أن سوريا بلد السلام. نور، وبعد هاي المساحة الفنية المميزة رح نروح لمساحة جديدة بنستعرض فيها أبرز الأخبار المنوعة من الطريف ومن الغريب. خلونا نتعرف التقرير التالي. كتير من الأشخاص وخاصة السيدات بيتبعوا حميات غذائية مختلفة بمحاولة منهم لتخفيض أوزانهم، لكن للأسف بهالحالات ممكن تفشل، وبيكون السبب مثل ما أكد خبراء التغذية إنه في علاقة بين فقدان الوزن والكافيين والنوم. لهيك ضروري جداً للشخص يلي بيحاول إنه يخفض من وزنه الاهتمام بالنوم وتقليل تناول المشروبات يلي بتحتوي على الكافيين. فمثلاً إذا أراد الشخص التخلص من الوزن الزائد لازم يتخلى عن شرب القهوة والشاي بعد الساعة 3 بعد الظهر. وخبرنا التالي بأخبارنا المنوعة لليوم، رح نتابع سباق جميل كتير لمظلات الشراعية فوق جبال الأنديز ببوليفيا، يلي شكل هالسباق لوحة فنية بالسماء عن طريق الشخصيات الكرتونية.
شهدت مدينة جامبيونغ الكورية الجنوبية حفل زفاف جماعي بالمركز العالمي للسلام يلي بات حدث سنوي هام بالمدينة، وشهد الحفل حضور كتير كبير من أقرباء العرسان. هاي كانت أخبارنا المنوعة لليوم، وانطرونا كل يوم بأخبار جديدة. أما هلا سلمى، بعد جولتنا المنوعة رح نروح لمساحتنا الطبية لليوم. رح نحكي فيها عن آلام الظهر يلي هي من المشاكل الشائعة جدا، ويعتبر آلام الظهر السبب الأكثر انتشارا بالسنوات الأخيرة. أكيد نور، أسباب هذا الشيء وأعراضه وعوامل الخطورة يلي بتتعلق بهذا الموضوع وغيرها من النقاط رح تكون محاور حديثنا مع الدكتور تامر، أخصائي بالأمراض العصبية وجراحة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا دكتور. إن شاء الله بكل خير يا رب. يسعد صباحك دكتور. مثل ما حكينا بالمقدمة، يمكن من الأكثر شيوعاً الأمراض الشائعة بالفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة آلام الظهر. خلينا نحكي عن الأسباب، يمكن الأسباب كثيرة، بس اليوم عم نشوف يمكن شباب وصبايا صغار عم يعانوا من آلام الظهر. الحقيقة آلام الظهر يعني آلام شائعة جدا، لدرجة ممكن إنه الإحصائية تفاجئك، يعني إنه 90% من البشر رح يوجعوا ظهرهم بيوم من الأيام. يعني 9 من كل 10 من الأشخاص رح يوجعوا ظهرهم بيوم من الأيام لأسباب مختلفة. هلا السؤال طبعا انه ليش بلشنا نشوفها كثير هالايام، هي لانه تغيرت عاداتنا. يعني الانسان انتقل من مرحله المجهود الهيكلي اللي نحن بنستخدم فيه عضلاتنا باثناء الحياه اليوميه، بنستخدم فيه موضوع الاستهلاك اليومي اللي صار فيه الراحه اكثر، القعده اكثر، الخمول اكثر، ما في استهلاك مثل ما بسموه الجهاز الهيكلي بشكل دائم، فمنلاقي في ضعف بالعضلات، في شد على الأربطة، في وضعيات خاطئة، في عادات خاطئة كتير، هاي عم تساوي ستريس أو مجهود زائد على الأربطة والعظام تبع العمود الفقري، وعم تؤدي لظهور المشاكل الشائعة بين الناس هلا. يعني دكتور مثل ما قلت يمكن أسباب كتير بتأدي لهذا الشيء. رح نروح بمادتنا التالية لزميلتنا ريم سليمان يلي نزلت برفقة كاميرا الإخبارية السورية وأخذت بعض الأسئلة من الشارع السوري. خلونا نشوف المادة التالية ونرجع. هل الوجع الظهر بس للكبار ولا بيصيب الصغار كمان؟ الجلسات الطويلة تأثيراتها، مثلا نعرف انه تأثيراتها على ديسك ولا هي، بس انه شو تأثيراتها على المدى البعيد، مثلا كيف ممكن نعالجها، كيف نتخلص من هالمشكلة وما عندنا مجال لانه نتخلص. شو اسباب آلام الديسك؟ في سؤال محدد، هلا معظم الناس عم بيعانوا حاليا، عم بحس خصوصا هيك فئة الشباب، من ألم بيمتد من اسفل الرجل لحتى الجزء الايمن كلياته، فعم بلتقى بكثير نسبة الشباب عندهم هذا الموضوع بهلا وقت هذا بالذات. ممكن نسأل هذه الآلام شو ممكن يكون أسبابها؟ المدرسين والمدرسات بيعانوا معظمهم من مشاكل انقراص ومناقير عظمية، وبيسبب لهم مشاكل بأثناء أدائهم ووقوف المستمر بالصف. فشو بيعطي نصائح دائمة يعني بتساعد المدرس على أنه يكون مرتاح أثناء أداء العملية التدريسية؟ شكرا كثير لكم. يمكن دكتور تابعنا مع بعض أسئلة الناس، في أسئلة كثيرة، من الأسئلة كان يمكن الوقفة الطويلة بتسبب آلام الظهر، في كمان أسئلة أخرى عم تحكي ليش جميع المدرسين والمدرسات بيعانوا من انقراص فقرات وآلام الظهر. شو النصائح اللي بتعطيهم؟ يعني حقيقة كل المهن بتتطلب الوقوف الطويل فيها جهد، مثل ما قلنا على الفقرات الأخيرة من العمود القطني، لأنه هي الفقرات المسؤولة عن حمل الجزع أو حمل ثقل الجزع تبع جسم الإنسان. هلأ نحن بدنا نعرف إنه هالجزء من الجسم هو جزء فريد بتكوينه، يعني نحن عنا مكونات مرنة مكونات قاسية، يعني نحن مطلوب من أسفل ظهرنا إنه يعطينا مرونة وحركة،
بنفس الوقت يتحمل ضغط شديد اللي هو مثلا وقف 8 ساعات او 9 ساعات مع وزن يتراوح بين 30 40 كيلو وزن الجزء الجسم الانسان بشكل متوسط يعني. هلا هذا التكوين الفريد مسؤول عنه شغلتين كثير مهمات، هي الاربطه والديسك اللي نحن بشائع بين الناس، والفقرات العظميه والاتصال بيناتها. حتى نحن نعطيها نصائح للاخت او لكل المدرسين، نقول حتى نقوي العمود الفقري بشكل عام لازم نهتم بصحته. اولا ممنوع يكون عندنا هشاشه عظام، كونها هي ست لازم تنتبه على الكالسيوم عم تدخلها من الفيتامين د مشان نحافظ على صحه العمود الفقري باكثر حاله ممكنه. اثنين اللي هي شغله مهمه، نعمل تمارين للعضلات الظهر. ثلاثه ممنوع بكل الحالات انه نستمر واقفين بنفس الوضعيه لاكثر من نص ساعه، يعني ممكن نميل على طرف، ممكن نقعد 5 دقائق، ممكن نمشي بأثناء أعطاء الدرس، ممكن نأخذ وضعيات تانية تخفف من زوايا الميلان. نحن بنعرف أنه القرص الغضروفي عبارة عن قرص دائرة، إذا ضغطناه بزاوية معينة رح يكون في ضغط شديد على النقطة وأذى. فنحن ممكن أنه نغير بهذا الضغط، بأنه نغير بميلان بميلاننا أثناء الوقفة. طبعا بعدين ممكن نحن على الرياضة بالبيت ممكن نعمل شوية تمارين ونحن مسطحين لحتى نرجع نستعيد مرونة الظهر وعضلات الظهر تستعيد قوتها. طيب دكتور، بشكل عام يمكن كمان من الأسئلة الشائعة أنه عم بلاقي هلأ عند الشباب بشكل عام منتشر أمراض الظهر والديسك بسن مبكرة عند كتير من الصبايا وحتى الشباب، شو يمكن الأشياء اليومية اللي بنعملها من غير ما نحس وهي بتأدي لهذا الشيء؟ هلا لا اقول لك شغله، نحن يعني اذا بتبلشي بحياه الانسان العادي اللي اي مواطن هلا راح يصبح يتفاجئ انه بيعمل شغلات خاطئه، نحن اول ما بنقوم من السرير بنعمل شغلات خاطئه. يعني اول ما بتقومي انت من السرير بدك تقومي من السرير تقومي بشكل مفاجئ. ما حدا مننا بيروح بيعمل رياضه، بده يقوم على المغسله بيطخي على المغسله ليغسل وشه، يكون ظهره لسه بحاله تشنج او بحاله يباسه من نوع السرير اللي بينام عليه، فبيشد العضلات الموجوده او بيشد الاربطه الموجوده، بيرجع بعدها بيطلع فورا على الشغل سواء بوسائل النقل العامه بسيارته، بيقعد ورا المكتب هيك للظهر. عم نحكي نحن على فئه الشباب لسه هون بهالوقت، بعدها منه بده يرجع بعد شغل طويل على بيته بدون اي جهد عضلي بكل العادات الخاطئه الممكن تساويها، مع العلم انه نحن معظمهم عم يستخدم الموبايل، معظمهم بيستخدم طرق خاطئه بالجلوس حتى في البيت نفسه، لانه ما عندنا فكره كيف لازم نقعد بشكل منيح، كيف لازم نرتاح بشكل منيح. يعني مثل ما شايفين نحن القعده الصحيه هي مو مثل ما كنا نتعلم بالمدارس انه قاعده بزاويه 90 درجه، لانه قاعده بزاويه 90 درجه فانت عم تشيلي وزن الجسم كله وبتضغطيه على المنطقه السفليه لل هي تعودناها من نحن وصغار اهالينا طبعًا. يعني بتلاقي اللي بيطخي كان ظهره هو صغير بتلاقي امه بتقول له لا طبعا. نحن نحن بهيك حالات النصيحه انه يكون القاعده بزاويه 45 درجه للخلف مشان يكون وزن الجزء على مسند الكرسي مشان هيك متوازيين بيكون على وزن الكرسي، فانت بتخففي الضغط عن الاقراص الغضروفيه، لانه هاي الاقراص الغضروفيه ضغط المزمن عليها راح يساوي لها نقص بالسوائل وتجفاف وبالتالي تنكس ونبلش عنا اعراض الالام الظهر. دكتور، يمكن كثير من الاسئله طرحوها المواطنين خلال جولتنا بالشارع السوري كمان عن الشباب، انه في الام كثيره، منا قال احد الشباب انه الم شائع أسفل الرجل بيطلع بطلوع للجزء الأيمن، عم يلاحظوا أنه بشكل كتير كبير عند الشباب. هو باختلاف الجهة أيمن أو أيسر فهو شائع مثل ما قال. حقيقة هذا له علاقة بالألم مفصل حرقفي العجزي اللي هو جانب العمود الفقري وهو كتير شائع للأسف، ونحن بسموه بالعامي مثل التهاب العصب الوركي أو عرق النسا. فبتلاقي سواء ألم بالرجل وبنفس الوقت سواء له تشنج بالعضلة الناصبة للعمود الفقري أو المسؤولة عن انه يكون العمود الفقري بشكل مستقيم، وساوى عنا الم مزمن بيرتاح فتره بتعب بيرجع بيجي الوجع على برد على طلع تحت مكيف رجع شد الوجع اجى الم شديد وهكذا. هذا هون الحكي بدنا ندور على السبب اللي هي بنمط حياته. للاخ المواطن اللي سال، في مشكله بنمط حياته بطريقه قعدته بالسياره بطريقه قعدته بالمكتب اثناء النوم بده يشوف السرير اللي عم ينام عليه،
بيفيد كتير انه نحط مخدة بين الرجلين اثناء النوم لهيك مرضى مشان نبعد المفصلين عن بعضهم شوي. بده يدير باله اثناء سواقه السياره كيف عم يسوق السياره، مده طويله مده قصيره. انت ما قلت لك نحن مو موضوع الفئه بس انه الشباب هن اللي عم ينصابوا، بس هلا صارت شائعه بين الشباب لانه نمط الحياه الاستهلاكي الغربي هو نمط خامل. برا قاوموا بمواضيع النوادي الرياضيه، نحن ما عندنا لسه هذه الثقافه او بجوز ما عندنا الظروف اللي بتسمح بهيك الثقافه. اوقات يمكن كمان ظروف الحياه طبعاً. بشكل عام في اشخاص كثير هن اللي بيشتغلوا لفترات طويله فبتظهر عندهم هي الالام بشكل واضح. كمان يمكن من اللي الاشياء اللي سمعناها عن الناس اللي بتوقف فترة طويلة أو حتى بيكون شغلها بحاجة لفترة طويلة، حاليا كمان الناس اللي بتقعد يمكن كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بيصير معها شيء برقبتها كذا، شو ممكن ننصحهم؟ هلا بنرجع بنقول لك صحة العمود الفقري الحقيقة بترتبط بالعناصر الثلاثة لحتى نكون هيك واضحين مع المواطن وبسيطين، اللي هي العظم واللي نحن هون ممكن نحن نغذي بطريقة حفاظ على الكثافة العظمية، حفاظ على تغذية مناسبة متوازنة، اللي هي الأربطة كمان بأنه ما نضغط عليها بشكل دائم، نعرف أنه كل شيء له عمر استهلاك ما نستهلكه زائد، يعني نعطيه فترة راحة ليرمم نفسه، يعني نحن استهلكناه بقعدة نص ساعة نعطيه فترة راحة ليرمم نفسه. هي نقطة كتير مهمة دكتور، يعني يجب أن ينتبه الشخص لحاله شوي، يعني نحن بنقسى حالنا شوي، بتلاقينا قاعدين 7-8 ساعات بالشغل، لا بتحمل ساعتين زيادة، بتلاقي في ألم بالظهر إنه مو كل هالقد هذا الألم، بتلاقي حتى الأشخاص لما يروحوا لعند الدكتور بيروحوا بحالة متقدمة، أساساً مثل ما قلت نمط الحياة اختلف، البنية الجسدية اختلفت، كنا نشوف أجدادنا مثلاً بالضيعة بتلاقيهم عمرهم 60 و70 سنة. في عندهم نشاط هيكل. تماماً. يعني النشاط بتطلع على الأرض. الرياضي. عم تشتغلي بالأرض. ثاني شيء ما بتعرضي لملوثات. يعني أنا هون دي أكد إنه التدخين بيساوي نشفان عنا أو نقص سوائل بالأقراص الغضروفية اللي نحن بنسميها الديسك، فبيزيد من نسبة إنه يصير عنا الديسك، بيسبب تخلخل عظام، فهذا بيزيد كمان من نسبة آلام الظهر. يعني في عنا عادات خاطئة بالمدن ما كنا نشوفها عند هي كلمة الأمهات الشهيرة، نحن لما كنا بعمركم ما كنا هيك لا لما كنا بعمركم كنا نعمل كل شيء وما يصير معنا شيء، نحن جيل هيك معمول. طيب دكتور خلينا نحكي كمان شوي عن مراحل العلاج وقد ايه بتختلف بين حالة وحالة، وامتى لازم اصلا الشخص يتوجه لدكتور؟ يعني يمكن مشاكل الظهر او العظام نحن بنوصل بالمرحلة الأخيرة، يعني يكون الوجع كتير ما عاد يمشي الحال مع حبة مسكن فبروح الدكتور عادة، يعني حتى أكثر من هيك، يعني عادة أنا بعرف إنه مريض ألم الظهر ما بيجي لعندي غير شايلينه 3-4، يعني لأنه هاي نقطة كمان بيكون خلص، يعني هون ما عاد لا استفاد لا على الصيدلي اللي جنبهم ولا على الدكتور الجارون ولا جارة ولا حدا. فنحن هون أنا بدي أقول لهم شغلي، أنا كتير طبعا ما شغلتنا ننصح ما شغلتنا نخوف. إيمتى نراجع الدكتور بألم الظهر؟ كلياتنا بصير معنا وجع ظهر مثل ما قلتوا، ممكن ناخذ له حبين ريح حالنا كذا، تشنجنا من هواء بارد من كذا، ممكن نتحسن بعد علاج بسيط متوافر عند الكل. ايمتى نتوجه عند طبيب؟ لما بصير في عنا ألم بطرف من الأطراف سواء رجلنا إيدنا مرافق لألم الظهر أو ألم الرقبة، هون في مشكلة معناتها في ضغط على العصب، إذا صار في خدر تنميل في رجل او بالطرف تاني مثلا بالايد، اذا عندنا وجع بالرقبه هون كمان في بدلنا انه في مشكله لازم نراجع طبيب. ثلاثه اذا كان الم الظهر متكرر يعني اكثر من 2-3 مرات بالسنه وبشكل حاد جدا، هون معناها في اليه خطا، لازم الدكتور يساعدنا انه نعرف شو الاليه اللي عم بتصير معنا حتى عم تاذي. اربعه اذا نحن فجاه صار في ضعف برجل من من من, من رجلينا ونحن عم نمشي او صار اضطراب بعادات التبول، هون معناها كمان في اذيه على العصب، كمان ما لازم نتاخر في الموضوع. طبعا اذا رافق حراره، اذا صار في حراره او حمى هون كمان لازم نخاف انه يكون في شيء التهاب او خراج بالعظم او بالعضلات. طيب دكتور بالختام كمان خلينا نحكي عن الام الظهر للحوامل، الحامل بكثير من الفترات بتحس بألم بالظهر أسفل الظهر مع بداية الحمل منتصف الحمل بنهاية الحمل، يختلف الألم يمكن فينا نقول. طبعا نحن شائع عنا على عكس المجتمع الأوروبي، لأقول لك شغلة، نحن حتى مرضى الآلام القطنية
نحن شائع عنا كثير انه نعمل مريضة عملية ديسك يصير عندها حمل بعدين. هلا رح نحكي عن مرضى الحوامل وليش بيصير عندهم آلام عمود قطني. تعرفي انت اثناء الحمل تنفرز هرمونات لتوسع الحوض عند المرأة، فهي بتساوي رخاوط أربطة بالمنطقة السفلية من الجسم الإنسان. ونحن بالأساس قلنا أنه عضلاتنا ضعيفة وغير ممرنة وغير مدربة، فبيصير في شد زائد على المنطقة، بالإضافة لظهور بطن الحامل بيصير في شد على الفقرات بحيث فيصير كل الحمل على الأربع فقرات الأخيرة من العمود الفقري. طيب هلأ السؤال شو الحل؟ الحل أول شيء قبل الحمل أنه نكون عم نعمل رياضة. اثنين، أثناء الحمل في مشد خاص للعمود القطني أو الظهري للحامل مشان يساعد بيشيل وزن الجسم وزن الجنين ويوزعه على كامل العمود الفقري. ثالث شيء اللي هو مهم انه الحامل دير بالها حاله ما يزيد وزنه الا ضمن الحدود المسموحه، لانه نحن بنعرف انه المراه الحامل بيزيد وزنها ضمن حدود مسموحه. نحن في حوامل بتيجي لعندي مثلا زاد وزنها بعد الحمل 20-30 كيلو، 20-30 كيلو هذا حمله جسمه تمام، فبالتالي كثير معرضة ليصير عندها ازياد بالعمود الفقري. يعني نصائح متعددة دكتور اليوم، نتمنى يكون كل اللي تابعنا استفاد منها. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك. الله يسلمكم. بدنا نشكرك دكتور تامر على وجودك معنا، يمكن كثير من النصائح قدمناها للمشاهدين، وان شاء الله بالحلقات القادمة في كمان في مواضيع هامة رح نحكي عنها. الله يخليك، شكرا كثير لك. أما هلأ مشاهدينا بننتقل، خلينا هلأ نروح لنشرتنا الثقافية مع فاصل ونبدأ نشرتنا الثقافية. نور، راح نبلش نشرتنا الثقافية مثل ما قلتي، قول أخبارنا لليوم متنوعة عم بصير بكتير من المحافظات السورية، وجولة على أبرز الأخبار راح نبدأها ضمن استراتيجية هيئة التميز والإبداع برعاية مواهب التميز العلمي والفكري وتنمية مهاراتها وقدراتها في الإبداع والابتكار. الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وهيئة التميز والإبداع أقامت المسابقة الوطنية الرابعة للروبوت بمشاركة 300 شاب وشاب. زميلة لينا شيبون كانت متواجدة ورصدت لنا الفعاليات، خلونا نتابع سوا. كان حدث كثير مهم وكثير رائع قامت فيه هيئة التميز والإبداع بالتشارك مع الجمعية السورية للمعلوماتية لدعم وتطوير قدرات هؤلاء الشباب والشابات حتى يتم تأهيل الفرق المناسبة للمشاركة في بطولة الروبوت على المستوى العالمي في تايلاند. هؤلاء الشباب والشابات الذين شاهدتهم قبل قليل هم من يمثلون شباب الوطن وسيمثلون شباب الوطن إن شاء الله في أهم المحافل الدولية. أتمنى لهم جميعا التوفيق، ونحن جاهز على تم استعداد لتقديم أكبر دعم ممكن لهؤلاء الشباب. مسابقة الروبوتك العالمية الحقيقة بديناها نحن من 5 سنوات، وعم نلاحظ الفرق بين كل سنة وسنة، أنه كل سنة وسنة تنتشر أولا على الصعيد الأفقي، شملت المحافظات جميعها بالقطر العربي السوري، كما شملت الريف بعض المدن في الريف كمان وصلها هذه المسابقات، وفتحنا نوادي ودعمنا هذه النوادي لتحفيز الطلاب على كل الفئات. المسابقة المفتوحة هي مسابقة مشاريع بيقدموها الطلاب لحل مشاكل معينة ضمن السيم العام للمسابقة، ضمن العنوان العريض للمسابقة اللي هو The Food، الغذاء. تمام، ففي من مختلف الأعمار، من أصغر عمر اللي هو 11 سنة لطلاب جامعة سنة أولى. كل حدا كل فريق بيقدم مشكلة وبيقدم الحل لها، لازم يعمل برزنتيشن بالإنجليزي، لازم يعمل روبوت متكامل شغال، ولازم يدافع عن فكرته بطريقة صح، يوصله للحكام بطريقة صح بالإنجليزي. مسابقة WRO الوطنية والعالمية جماليتها أنه نحن عم نعطي نفس القطاع لكل الطلاب،
وعم نشوف مين عنده إبداع إنه يهزم الثاني. يعني منافسة عادلة كتير كتير. السنة الماضية كان نظام البطولة إنه أنا باليوم الأول بأهل أفضل 8 بيتنافسوا باليوم الثاني لحتى ناخد منهم الشخص طالع أول. فمشان نزيد المنافسة على مستوى سوريا صرنا باليوم الأول ناخد أفضل نتيجة لكل فريق. وباليوم الثاني بناخذ افضل نتيجه لكل فريق كمان نجمعهم ونقسمهم على اثنين. الهدف من المسابقه هي تعليم الاولاد اليه تركيب الروبوتات. المسابقه بلشت عنا بتاريخ 26/8 كان هو النهار التجريبي، هو نهار مفتوح لكل الفرق لحتى تعاير روبوتاتها وتركب وتظبط روبوتات على طاوله المسابقات. السيم الرئيسي كان السنه للمسابقه هو الغذاء العالمي، نظام الاغذيه. عم يمشي الروبوت على الطاولة مثل ما انكم شايفين، طبعا عم يمشي الروبوت على الطاولة ويقسم الأغذية ما بين الخربانة والطازجة واللي نص نص اللي هي بحاجة للعصير، ويقوم بفرزها بأماكنها الصحيحة. مسابقة منتشرة على مستوى العالم، وسوريا تعتبر من المشاركين العالميين بهاي المسابقة، فنحن بنحب نشارك على أمل أنه نطلع على العالم ونرفع اسم بلدنا عاليا. فأنه تعرفي ثقافة الروبوت هي ثقافة التكنولوجيا الحديثة، ونحن لازم نتطور يعني اول شيء لحتى نخدم حالنا ونخدم البلد طبعا بالمقدمه. هلا هذا الروبوت هو متخزن حاملينه، خزان بده ياخذ هدول الشجر، كل واحد حسب منطقته. وهلا الخضر دائما بده يوديهم لهون، هلا الحمر بده يوديهم لهون حسب المكعبات كيف موجودين. هي فكرتها كنبتات، يعني الخضره هي خصبه صالحه للزراعه، الحمره حسب هون اسود يعني انه مو صالح للزراعه الابنه، ابيض يعني صالحه. ما بننتقل لخبرنا التالي. فقد أحيت الفنانة سمر بلبل حفل غنائي في المسرح المغلق بمشروع دمار. كاميرا الأخبارية السورية كانت متواجدة مع زميلتنا هالة السعدي. كيف كانت الأجواء؟ خلونا نتابع. هيك أمسيات أكيد تعطيني دعم معنوي فظيع. بس فمثلا أنا هلأ بالنسبة لإلي لأتحمل شتاء فرنسا القاسي، رغم أنه عندي هنيك شغلي أكيد، يعني ما نشكر الله ما بيوقف، بس هون إله طعم تاني ما بعرف ليش، أحيانا مر على فكرة ما دائما حلو، بس مع ذلك إله طعم تاني مختلف. صدقيني نحن من أمسي لأمسي منيجي لحتى نرجع نستمد قوة وعزيمة ونرجع نفرج العالم، لأنه نحن نروح لهنيكي مع وثائقنا الخاصة صورنا الخاصة لنقول لهم أنه هذا البلد اللي أنتوا عم يصوروا إعلامكم دائما أنه هو مدمر، أنه الشام ما بقي فيها حجر على حجر، نحن عم نيجي نعمل فيها موسيقى، وأنه النشاطات الموسيقية مستمرة، وهذا دافع كتير كتير كبير لنا. نحن نيجي لحتى نرجع ناخد روح، لأنه هنيك عم نروح عم يقتلك الروح فينا. Yeah.
يسعد هالصباح استاذ جوان. صباح الفل، يعطيكم صباح الخير. يسعد صباحك استاذ جوان، وبنتشكر وجودك اكيد معنا باستديو صباحنا غير، ونتشكر استضافتك الجميله لنا خلال الاشهر الماضيه بدار الاسد للثقافه والفنون. كنا سعيدين دائما نكون من داخل هذا الصرح العظيم لنقدم يمكن فقرات اجتماعيه وثقافيه وفنيه للمشاهدين. اكيد بدنا نتشكرك كثير. تسلمي، هذا واجب، وانا بدعوكم مره ثانيه يعني ما تحسسوني انه ما عم ترجعوا لعنا. لا لا رح نرجع يعني بعدين رح لكم سر. بناتي بيحبوكم كثير، فكل ما بيشوفوكم بقول لهم هدول عنا بالدارها. الله يخليهم يا رب ويحمي لك ياهم، ونحن بنحبكم كلكم. نشكركم عن جد، يعني كنتوا شركاء طيلة السنة اللي مضت بهذا المجهود وبالتعب، كنتوا دائما مستنفرين معنا من الصباح الباكر وبكل المناسبات، يعني يمكن عزبناكم شوي كمان اليوم. الأمور تمام. أنت بيتك اليوم كمان. أكيد أكيد، يعني ما لنا كثير بعاد عن الفقرة اللي قبلها، كنا عم نسمع موسيقى، وبتعرف أيضا الموسيقى بأن هي علاج، وهذا المفهوم كان موجود بالحضارات القديمة، ومؤخرا أثبتت البحوث الطبية قدرة الموسيقى العلاجية على الشفاء من بعض الأمراض. لنحكي أكثر عن هذا المفهوم بشكل موسع. نرحب أكيد بعازف العود الدكتور جوان قرجولي، وهو مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية، شكرا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية. بالبداية خلينا نحكي عن هيدا المفهوم، العلاج بالموسيقى. يمكن نحن كأشخاص بالحياة العادية نتعرض لضغوط اجتماعية صحيح. اقتصادية نفسية كبيرة، مع ظروف الحرب كمان في ضغوط ازدادت على أكيد. المواطن السوري فعليا، قديش هيدا المفهوم يمكن قادر إذا دخل لحياتنا يحسن من حياتنا بشكل كتير إيجابي. شوفي لقلك هلأ، خلينا نتفق أنه نحن ما بالضرورة يكون عندنا مشكلة حتى نسمع موسيقى. نحن نسمع موسيقى بأي وقت. هلا لما بيكون عندنا مشكلة تتدخل الموسيقى لتساعدنا بحل هذا الإشكال. العلاج بالموسيقى مثل ما تفضلتي هو معروف، أو مثل ما تفضلت بالبداية معروف من حضارات من زمان. يعني إذا بنقرأ كتاب الموسيقى الكبير للفارابي بنشوف تفاصيل هلا هني عم يكتشفوها هو الفارابي كاتبة، يعني من العلاج العضوي إلى النفسي وما بينه، وهذا أنا مسؤول عنه الكلام لأنه قريب الكتاب وأنا شايفه. هلأ العلاج بالموسيقى بكل بساطة هو خليني أقول خط ثاني ببعض المراحل أو ببعض الحالات، وهو قد يكون الخط الأول في بعض الحالات الأخرى. بمعنى أنه هو ما دائما يغني عن الدواء، لكن في أحيان في بعض الحالات قد يغني عن العلاج الدوائي ويساهم يعني الى جانب بالضبط الدواء. بالحاله العاديه اكيد بيساهم. لذلك هو استخدام العلاج بالموسيقى لازم يكون دائما باشراف الطبيب. يعني لا غنى عن عمل الطبيب، هذا موضوع غير أكيد. قابل للنقاش. يعني هلا العلاج بالموسيقى حقيقه يعني في اكثر من اتجاه، في عصبي وفي نفسي وفي عضوي وفي تعليمي كمان. أنا بدي ركز، يعني بتمنى اليوم نركز على التعليمي أكثر من العصبي والنفسي والعضوي، لأنه شوي معقد. بمعنى أنه هلأ في موسيقى لآلام المفاصل، هلأ في موسيقى لأوجاع الظهر، أسفل الظهر ولا أعلى الظهر. تمام. يعني مثل ما حكيت دكتور جوان، يعني في كتير أنواع للعلاج بالموسيقى. يا ترى الشارع السوري شو رأيه بهذا الموضوع؟ شو بيعرف عن العلاج بالموسيقى؟ خلينا نروح سوا للاستطلاع اللي أعدته الزميلة ريم سليمان ونرجع. بشكل عام الموسيقى إذا كانت هادية بتخلي الأعصاب تهدى وبيرتاح الإنسان، فأكيد الريلاكسينج كتير منيحة للجسم بشكل أنه بيتحسن الواحد، بيهدي الأعصاب. العلاج بالموسيقى بيروق بس يعني شو أكتر من هيك؟ يعني ماني سمعان كتير، بس أنا بعرف أنه في شيء اسمه علاج بالموسيقى للمرضى النفسيين. دكاترة طب النفس يعني بيستعملوا العلاج بالموسيقى، هاي بتساعد يعني على تهدئة النفس والكذا وتريح الأعصاب، يعني هيك شيء. سمعان بهيك إشي يعني علاج بالموسيقى، لأنه بيأثر بالحالة النفسية بالإنسان، فممكن كتير وأنا مقتنع فيه جدا. العلاج بالموسيقى كتير بسمع عنه، بس نحن بشكل عام قبل ما تحطي أي معلومة بذهنك، أنت لما بتكوني مزعوجة بتسمعي موسيقى بترتاحي. والقرآن الكريم أصلاً أثناء الترتيل، أداء الترتيل للقرآن الكريم بيعطي راحة نفسية، فإذا هذا شيء موثق.
وبعدين انا. يمكن الآراء اجتمعت أنه الموسيقى بتعطي نوع من الرواء وبتهدي الأعصاب تمام. ومثل ما سمعنا الصبية الأخيرة عم تقول بس اسمع موسيقى برتاح، يعني بتعطيني نوع من الراحة. هيدا المفهوم معروف في الشارع السوري أو بالمجتمع السوري، بس قديش مهم تنفيذه؟ يعني قديش مهم فعلا ندخله بحياتنا اليومية ضمن العلاج النفسي عند دكتور طب النفس تمام. أو عند الأعصاب أو بمختلف المجالات الطبية تمام. هلأ في كلمتين مرأوا كتير مهمين بتوقفوا عندهم، أنت كررتيهم يعني هدوء الأعصاب والرواء. أولا صحيح العلاج بالموسيقى يعتمد على هدوء الأعصاب. يعني نحن مشاكلنا كلها غالبة هي مشاكل عصبية. إذا حدا عنده ألم بالأطراف مثلاً عملوا له تخطيط أعصاب وعملوا له تحاليل وعملوا له طلع ما في شيء، طب وين منين عم يجي ألم الأطراف؟ سببه عصبي، لازم استرخاء الأعصاب. لا الرواء بتعريفه العلمي هو جزء من الفائدة الموسيقية. شو يعني؟ الفارابي شو بيقول؟ كيف يعرف الموسيقى؟ بيقول هي فن إلغاء الإحساس بالزمن، فن إلغاء الإحساس بالزمن. يعني عفوا لما بنسمع موسيقى نحن ما بنحس بالوقت مرق. يمكن هلا أنتوا عم تشتغلوا بشغلكم العادي، تشتغلي ساعة مع الموسيقى بتضل ساعة بس ما بتحسي فيها ساعة. نحن خايفين يخلص اللقاء وما نحس بالوقت نسمع موسيقى. قبل ما اسلق لكم شغله بس قبل ما انسى، او بتذكريني بكلمه رواء. رواء رواء اكيد رواء. انا اعطي موسيقى مشان يكون في شويه رواء. الرواق تمام. نحكي عن الرواق. بس نسمع الموسيقى بيجينا احساس يلي قالوا اللي هو الرواق. هذا الرواق هو بنعرفه نحن بالموسيقى بكلمه طرب. كلمه طرب هي رد فعل على فعل. لما نحن بسمع موسيقى او ممكن تكون مو شرط موسيقى، بس هلا بما انه نحن عم نحكي عن موسيقى، رد فعل بجوز رد فعلك يختلف عن رد فعلها. بجوز هاي الموسيقى تفرحك وهي نفس الموسيقى تزعلها. فرد الفعل ممكن يكون بكاء، ممكن يكون ضحك، ممكن فجأة بتلاقوا واحد صرخ كلمة الله أو سفة أو رقص مثلا، أو في حدا بيغادر صالة بينزعج من نفس الموسيقى. انتبهوا لهذا الكلام كتير مهم. فبعد تنفيذ ردة الفعل الطرب بيصير هذا الرواء اللي حكوا عليه. فلذلك الموسيقى لها تأثير كتير كبير،
ومن هون نحن ندخل على العلاج، لأنه بترتبط يمكن بمشاعرنا بكل شيء جواتنا، مثل ما قلت يعني تختلف ردات الفعل لأنه كل شخص بيتحرك جواته شيء معين بالضبط على نفس الموسيقى، على نفس الغنية. وإذا بدك نحكي بتفاصيل أكثر لسه أعقد شوي، تختلف تأثير الموسيقى حسب بعدك عن الآلة، يعني إذا أنت بعيدة عني مترين إذا رجعتي مترين ونص بيختلف تأثيرها بهالنص متر، لأنه انتقال ذرات الهواء من الخلية أو خلينا نقول من الصوت إلى الخلية الحية يختلف بالبعد مترين مو مثل مترين ونص، واصلين له الدقة، وهذا الحكي حكي الفارابي تخيلوا يعني. يعني بتختلف يمكن درجات ردة الفعل كمان بالابتعاد عن الآلة، طبعاً بتأثر فيكي بطريقة مختلفة تماماً وبالتالي ردة الفعل بتختلف، طريقة التواصل تختلف كل ما كنت قريبة من أكيد. الموسيقى أكيد. طيب فعلياً قديش إذا دخلناها بعلاج الطب النفسي فينا نقول قديش بتعطي يمكن شيء من الفائدة أو إلى فائدة كتير كبيرة؟ أنا عندي صديقة يمكن قالت لي أنا بسمع الموسيقى للنباتات، يعني أنا صحيح. بحط كتير تعتيني بالنباتات وعندها بالبيتات، لأنا بسمع موسيقى للنبات صحيح. لأنه حتى النبات يختلف نموه لما يسمع موسيقى صحيح. هلأ تحت الهواء كنت عم بلون أنا عندي عصفور صغير بالبيت كمان بسمعه موسيقى، مثل ما قلتي يعني هي تأثير الموسيقى هو اللي بيأثر على العلاج سواء كان نفسي أو حتى عصبي. يعني إذا بحكي عن الأرق بحكي عن الهلع عن القلق عن الاكتئاب عن اضطراب ثنائي القطب الصرع حتى التوحد، هاي الأمور كلها ترتبط بيرتبط علاجها بالموسيقى بتأثر على الشخص. تختلف كيف أنواع الموسيقى أكيد على حسب أكيد. الشخص أو الشخص حسب الشخص وحسب بيئته تماما. الموسيقى والعلاج الدوائي هلا يمكن نحن بجعنا راسنا بناخذ مسكن بيزبط انه هلا بقول لك خدي سيتامول انت بسكن وجعك بالموسيقى لا ما فيني اعطيك نفس القطعه لك ونفس الحاله تماما لها، هذا كلام ممنوع وخط احمر. لذلك الموضوع شوي معقد ومتداخل، لكن انا برجع باكد اهم شيء اللي حكينا فيه بالبدايه وانا بتمنى نركز عليه هلا هو التعليمي، الموسيقى التعليمية. إذا معنا وقت دقيقتين ثانيات ما بعرف إذا معنا فضل تعليم الأطفال الصغار العلوم يلي بتعلموها بالمدارس عن طريق الموسيقى هي نقطة كثير مهمة. إيش مهم تعليم الموسيقى للأطفال وتعليمهم يلي بدك إياه، يعني أنت بدك تعلميهم حب الوطن تعلميهم إياها بأغنية صغيرة، بس نحن نعرف قديش المادة أو الحصة الفنية أو الموسيقى بتكون هي مادة يعني بتجي بالدرجة الثانية لا إلى أهمية توازي المادة العلمية، هي في الدرجة الأولى لازم تكون. ومن هون بندخل على اللي كنا عم نحكيه تحت الهواء، حتى التعليم أصبح للجنين الآن. الجنين يستمع إلى الموسيقى بالأسبوع 23 فما فوق، بصير يسمع كل الأصوات الخارجية، قبلها بيسمع صوت قلب الأم، بالأسبوع 21 يبدأ بسماع صوت قلب الأم اللي هي أجمل آلة موسيقية على الإطلاق. حقيقة لذلك بيصير من بداية الحمل إلى الأسبوع 21 العمل على الأم حتى يكون قلبها منتظم، حتى يسمع صوت قلب منتظم. بعدين بنقدر نسمعه هاي الموسيقى اللي هي بيئة الأمان. بيئة الأمان أولا بتساعد بهدوء الطفل، الطفل أول ما بيولد أو الجنين أول ما بيولد بيبكي ما هيك؟ سبب فلسفيا ليش بيبكي ما بيضحك؟ طيب بكل بساطة الشهيق الأول والاهتزاز اللي بيصير العنيف بجسم بيخاف ما عم يسمع صوت قلب أمه بيئة الأمان فبيبكي لذلك بيحطوه على صدر أمه فورا بيسمع صوت قلبه فبيروق يهدأ. هلأ إذا نحن قادرين نسجل صوت قلب الأم ونعطيه للطفل هذا كتير جميل، بس إذا شغلة معقدة لا نحن بنسمعه موسيقى هو معتاد يسمعها في رحم أمه مع بيئة الأمان بس يسمعها بيشعر بنفس الهدوء. وفي هي البداية صحيح تمام. تأكيدا على حكيك أستاذ جوان في قصة شهيرة لموسيقى لمغنية أوبرا قالت إنه أنا وقفت غناء يمكن بالشهر الثامن أو التاسع فأول ما ولد مولودة صار يبكي كتير يعني تمام. شهر كامل تقريبا يبكي فقال حوليه على طبيب نفسي لما راحت على طبيب نفسي سأل إنه أنت شو بتشتغلي قالت له أنا كنت بغني بالأوبرا قال له غني له قام غنت له قام سكت الولد صحيح. فقديش فعلا في إلى تأثير كتير كبير طبعاً. على الحياة وتخيلي إنه هذا الطفل أو هذا الجنين لسه برحم أمه هو قادر إنه يتعلم يعني ممكن تعلميه الأرقام والأحرف أي شيء بدك تعلميها بتعلميها عن طريق الموسيقى لما بيولد بنحول له إياه من سمعي إلى بصري وبيبدأ بالتعلم وهيك عم يشتغل بأوروبا حقيقة
يعني استاذ جوان، يعني اليوم هيك مساحة خاصة كنت فيها معانا بين الموسيقى وبين العلاج بالموسيقى، اللي هو يمكن مفهوم لازم يصير يومي بحياتنا طبعاً. مثل ما قلت وركزت، التعليم هو أساسي طبعاً. لازم نرجع نعلم أولادنا كلهم موسيقى لحتى يقدروا يحبوا نفسهم بالضبط. وبالتالي يحبوا أي شيء عم يعملوا، مو بس هيك، حتى يتقبلوا الآخر، يتقبلوا الحياة. نحن شعارنا إذا بتلاحظوا الموسيقيين كلهم بيلبسوا أبيض بأسود بالحفلات، شعارنا ما بتشوفي جمال الأبيض لتشوفي الأسود. والدليل أصابع البيانو أبيض وأسود بيختلعوا وبتطلع الموسيقى. هذه مختصر الفن. نعم أكيد سلمى، يمكن وقتنا خلص لكن الحديث معك دكتور جوان ممتع عن الموسيقى. نتشكرك الدكتور جوان قرجولي مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون على وجودك معنا. شكرا. نتمنى لك التوفيق دائما بمحطاتك القادمة. شكرا كثير لك. شكرا، الله يعطيك العافية. شكرا. شكرا لك استاذ جوان ولمشاركتك صباحنا لليوم. كلكم شكرا، شكرا كثير. اما هلا مشاهدينا فصار الوقت لننتقل لغرفة الاخبار لنتابع اخر المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية والمحلية مع زميلي رامي عباس. يسعد صباحك رامي. صباح الخير لك سلمى ولنور اكيد ولضيف كون الكريم الأستاذ جوان، وصباح الخير لمشاهدي الإخبارية السورية. موجز لأهم الأخبار بعد الفاصل. موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أن أي عدوان سيحصل على سوريا سيكون عدوانا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، فيما عمدت رئيسة مجلس الأمن المندوبة البريطانية إلى قطع الصوت خلال كلمة الجعفري وحاولت تقييد مدة الكلمة. إنني أضع بين أيديكم الآن معلومات موثقة عن استعدادات إرهابي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في محافظة إدلب، بغية توجيه الاتهام للقوات السورية وتبرير أي عدوان عسكري قد تشنه حكومات الدول المشغلة لهذه التنظيمات الإرهابية. إن أي عدوان على بلادي إن حصل سيكون عدوانا على بلد عضو مؤسس للأمم المتحدة، وعدوانا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ودعما للإرهاب واستهدافا للجهود التي نبذلها مع حلفائنا لمكافحته، وليعلم المعتدون أنه على الباغي ستدور الدوائر. وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال إن تنظيم جبهة النصرة الإرهابية بصدد تنفيذ استفزاز كيميائي بالغ الخطورة في المنطقة، وسيتم استخدام هذا الأمر كذريعة لشن عدوان جديد على سوريا من الخارج. وأضاف ريابكوف أن هذا السيناريو واضح تماما وأن موسكو تبذل كل ما بوسعها من أجل منع تنفيذه. وبيّن المسؤول الروسي أن ألمانيا والولايات المتحدة يمكنهما منع وقوع الاستفزازات الكيميائية المقبلة في منطقة إدلب، معربا عن ثقته التامة في أن واشنطن لن تكون مستعدة لاتخاذ تدابير جدية ضد هذا السيناريو المدمر لعملية التسوية في سوريا. كبدت وحدات من الجيش العربي السوري التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد في إطار عملياتها في استهداف أوكار ومحاور تحرك هذه التنظيمات المنتشرة في ريف حما الشمالي. وأفاد مراسل الإخبارية بأن وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حما الشمالي وصلت عملياتها في رصد واستهداف تحركات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع له على أكثر من محور في الريف الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي. في خبرنا الأخير، وصلت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة ملاحقة إرهابيي داعش في البؤر المتبقية من تلول الصفا، وسيطرت على سد هاطيلة أهم مصادر التنظيم الإرهابي المائية في عمق بادية السويداء الشرقية.
وذكر مراسل الإخبارية في السويداء أن وحدات الجيش والقوات الرديفة العاملة على اتجاه تل أبو غانم وأم مرزخ حققت تقدما جديدا خلال عملياتها المتواصلة ضد فلول إرهابي تنظيم داعش المتحصنين في تلول الصفا بعمق البادية، وسيطرت على سد هاطيل الشرقي. كان هذا كل ما لدينا من أخبار. عودة إلى استديوهات صباحنا غير معك سلمى. شكرا لك رامي من غرفة الأخبار، وأكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير. ووصلنا لمحطتنا الختامية يلي بتحكي هيك شوية عن الفن، ولكن الفن بطريقة غير تقليدية وهو الفن الورقيات، وتفاصيل أكثر مع نور. أكيد سلمى، يمكن من ولا شيء بنقدر نصنع أي شيء. فن إعادة تدوير الأشياء، إبداع ورحلة مع الفن لكن بطريقة مختلفة. سلمى أكيد نور، اليوم رح نتعرف أكثر على هذا الفن وفن إعادة التدوير مع ضيفتنا الحرفية رولا البارودي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، يا أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك رولا. بالبداية جايبة أشياء كثير حلوة، خلينا نحكي عن فن إعادة التدوير اليوم. يمكن من خلال فكرة صغيرة فينا نزين البيت بقطعة ونعمل تحف فنية، ويمكن ما بتكلفنا مصاري كتير، يعني شوي من كل شيء بنقدر نعمل شيء كتير حلو. تمام، يعني هي شغلة بسيطة مثل ما قالت انه بنعملها بتطلع عندك تحفة. هي في بعض الشغلات بتعطي جهد اكثر من انه التكلفة المادية. يعني هلا عندك هي العلبة، هي علبة عبارة عن علبة عندي اياها قديمة، جددتها بين الورقة عملتها وعتقتها، انت بتشوفيها كأنه معدن. تمام، يعني لانه انت معتقتيها. انا معتقتها ومقسيتها حتى بتعطي ايحاء الخشب كمان. تمام، بتعطي ايحاء الخشب، وانا بحب الوان الخشب، يعني بحس بدفء. كمان في عندك هاي القنينه عندي اياها قديمه، جبت قماشه قديمه ولفيتها وعتقتها وزينتها بهالطريقه. طبعا بتطلع يعني. تمام، طلعت تحفه فنيه. حتى المرايا اللي هون محطوطين، هذا اللوحه عملتها هي البلور كان ساده، انا خشنتها صارت هل مثل كانه محجره. والعمل الكتابي هو من قشر البيض. وهي كمان من قشر البيض معمولة، ولونتها طلعت كتير من مطربان، تطلع كتير حلوة. وهلا أنا عملت قسم رح أشتغل، بسموه هذا الفن كولاج، اللي هو تقريباً كولاج مثل الكولاج. وفي ديكوباج كمان مثل هالفازة، مثل هالفازة اللي عندك هي ديكوباج. هلا هاي الفازة كانت كتير سادة، وأنا عملت لها ضرب رمل بإيدي وحطيت لها ديكوباج زينتها، طلعت عندي قطعة حلوة. الصندوق اللي عندك هذا عبارة عن كرتون، هذا حكاية لوحده يعني. هذا كرتون، هلا هو مبين كتير تقيل بس تمام. هو فعليا كتير خفيف. هون التفاصيل يمكن سلمى اللي بتكون بإعادة تدوير الأشياء. تمام، يعني نحن عم نحكي يمكن من علبة كرتون أو علبة محارم عندك فاضية، كل شيء تقدري تعملي منها تحفة فنية. بدنا ناخده للمخرج بعد الحلقة. هيك عم يقول، هيك عم بيقول بده إياه مشان يخبي المصريات فيه. هو أكيد يعني أنا في قطعة كبيرة، يعني هلا أنا بعمل من الكرتون مثلا ممكن بهو، ممكن هلا أنتم عندكم في هون قطعة مثل هيك شكل الحجر، أنا عم بعمله مثل الحجر الحيط، بالحجر فيني اعمله من الكرتون والورق، بيحكي انه هو حجر طبيعي، بس انا عم بعمله لا بال يعني من الورق والكرتون وبعتقه بهالالوان. هي فيني ساوي مثله كديكور حائط للبيت او صندوق او اي تحفه، اي تحفه فنيه باي غرفه من البيت ممكن فينا نعمل منها اشياء حلوه. تمام، خلينا نحكي هلا عن هيدا المطربان، بدك بلشي تعملي لنا شيء. تمام، من شو؟ من قشر البيض. هلا انا ايه، لانه شغله بسيطه حاعملها هي من قشر البيض. انا بلشت شغل فيها بالبيت لحتى هذا لو لكم لون قدامكم تشوفوا اللون، وراح اشتغل قدامكم كيف الطريقه. هي كتير بسيطه. البيض هلا كتير بيقولوا لي انه ريحته ما بعرف شو، يعني هالحكي تماما هذا كان بدي اسالك عليه، يعني انه قشر البيض شو بدنا نحطه؟ انه له ريحه وله هيك. قلت له ابدا، يعني انتم بتغسلوه وبنقيم القشره الرقيقه من قلبها
وبكسرها وبتطلع هيك ناشفه، ولقيتها كثير ناشفه بنقعها بالمي لحتى تطرى شوي وبخليها لتنشف. وهذا الشغل باليابان كثير مشهورين فيه وباندونيسيا مشهورين فيه جدا. وبينعمل لوحات مثل هي اللوحه وبتلوني مثل فسيفساء. تمام، بينعمل مثل فسيفساء. تمام، هلا انا حاشتغل قدامكم حتى تشوفوا انه كثير شغلته بسيطه، بدها طولة بال. تمام، بدل ما نكب قشر البيض لما نسوي ما تكبوا قشر البيض بنستعمل. على فكره بينعمل لمبادرات، عملت فازات، اي حتى شيء حتى لو تكسروا ما في مشكله، هن بالاخير رح يتلزقوا. تمام، انت بقى انت الحجم اللي انت بتريدي. هلا انا بحط شوي، هو عباره عن غره تبع لاصق الخشب، كثير بسيط بستعمله بكل الشغلات. يمكن لما تكسري قشر البيضة عم تعملي من خلال اللوحة، يعني حسب التكسير وترتيب القطع بتطلع معك هيدي اللوحة. احفظي الخطوات، يعني بتلبسيها ورق ذهب بتلونيها بتطلع ولا كأنه قشر بيض، يعني بتطلع محجرات كتير حلوة. هلا أنا هاي القطعة قطعتها وحطيت لها هيك، وبدي اكبسها كبسة واحدة. اسمع الطقة تبعها، بتكسريها وانت عم تلزقيها؟ ايه بكسرها، بعمل الطقة تبعها وبتركها، يعني ما كتير بحركها لحتى تلزق. تمام، وبمشي بهالطريقة واحدة جنب الثانية. هلا في ناس ممكن نكسر الطريقة قشر البيض نعمه كتير، يكون هيك مثل مكسر ونطحنه وبترشيه على قرنه، لانه لا انت الصندوق لاحظي انا حاطه على وشه قشر بيض. هذا صح. تمام، اوكي، ما بعرف اذا الكاميرا بتقدر تاخده شوي. قشر بيض وحاطه ناعم بخلاله من قلبه. تماما، هو قشر بيض بس عطيتيه لون الذهبي. تمام، هذا اللي كنا عم نحكي عنه، انه حتى الالوان فينا نغيرها. تمام، طبعا يعني في اللوحة تختلف من خلال تكسير القشر، يعني فيكي تطحنيه وترشيه وتلونيه بالوان، ترشيه وتلونيه بتتفنني فيه انت اللي بدك بكل شيء، يعني واللوحة قدامك بتلوني الالوان اللي انت بدك اياها. هلا رح نحط اخر قطعه مشان نبلش نلون. تمام، شوف عملية التلوين كيف بتصير. طبعا هو بده وقت لينشف. و هلا ممكن نستعين بخشبه صغيره مشان ما يلزقوا ايدينا، لانه اذا لزقوا من ايمتى نقام معنا القشره. فانا بهي بزبط بخشبه ناعمه بزبط فيها. نور اوعى تلوني ايدك. لا لوني تمشي. هي اول درس بالاعمال اليدويه عم ناخذه. والله انا هي المبدا صار نفس الطريقه اللي هون التلزيق. طبعا انا اذا بلاقي فراغات حبيت مليها بمليها لا قشر البيض، يعني لحتى خلينا نبلش نلون. تمام، هلا على فكره انا جايبه شويه مي لانه كل شيء لازم ينحط بقلب المي الرياش عشان ما يلزق الغير، حتى ما ينشف وتنتزع ريشه بتصير قصه هون. تمام، هلا انا اخترتي لون مختلف عن هيدا اللون. تمام، هلا انا هذا اللون مستعمله الفيتراي. الفيتراي هذا لون الإزاز، أنا بحبه. ليش؟ لأنه بيعطي شفافية، يعني بيصير شفاف وبيعطي هاللون إذا حطينا شمعة أو إذا عملت لمبادير. هلأ هذا لون الفيتراي منجرب منه، واخترت أنا لون عادي، يعني أنتوا أي الألوان اللي بتحبوها فيه تساويها وبتحطي لها لكار. أنا هلأ ما بحاجة للكار، اللون الفيتراي خلص مثل ما هي بينشف لحاله وبيصير هي. بس أنا بحب لون الفيتراي لأنه بيعطي لمعة ورصفة حلوة. ومثل ما شايفين كمان بينعكس إنعكاس جميل، لأنه فيكي تعمليها فازة تحطي فيها ورد وفيكي تحطي فيها شمع. تمام، فهيدا اليوم بيعمل إنعكاس جميل. تمام، لما تحطي شمع بقلبه. تمام، حتى لو قنينة عندك ياها وساويتيها وصارت فازة بتطلع كتير حلوة، وحتى بنحط فوقها منها ديكوباج. يعني هلا بلشنا بالألوان. هلا عم نلون. هلا أنا صراحة هذا اللون للسيراميك قلت لأستعمله وشوف شو بيطلع معي. هي من ألوان سلمى المفضلة. حبيت غير، أنا بحب هيك حلو ألوان الفرفحة الفوشيا والأحمر، يعني هي من الألوان هيك تعطي تأثير يمكن بقلب البيت، قطعة صغيرة تلفت نظري. يعني نحن لما فرح، يعني في ألوان فعلا تعطي بهجة بقلب البيت، تعطي بهجة. ويمكن نحن أخذنا شيء عنا بالطاقة نور، حكينا سابقا أنه القطعة الملونة الصغيرة لما بتنحط بالبيت بتغير كل ديكور الغرفة، بتعطي هيك طاقة حلوة. هاي الألوان غير نفسية، الواحد بيفوت وخصوصا لما أنت عم تدمجيها مع الطاقة النور اللي موجودة بقلب الشمعة.
بس كتير مهمة الألوان بالبيت سلمى، يعني في كتير من الناس بتلاقي تعتمد لون أو لونين لديكور البيت، لا الألوان تعطي طاقة إيجابية بالبيت بتنعكس على روح الشخص على طاقته الإيجابية خلال النهار. هي بدها جرأة كمان، يعني إن إذا الواحد بده يفوت الألوان أنا بدها جرأة. خلينا بس نشوف ونفرجي للكاميرا كيف تلونت. بعد ما ينشف خلاص بتلوني أنت الألوان، حتى فيك تدخلي ألوان مثلا في ألوان النارية إذا دخلتيها مع بعض بتطلع بتجنن كتير حلوة. وحبيت فكرة المطربانات، يعني بدال ما تكبي مطربان تمام إنه بتستعملي منه لوحة فنية وبينغسل ولا بيصير له شيء أبدا طبعا، مو بفركه بس يعني إنه بغسله وبحطه ما بيأثر أبدا، لا بيروح اللون ولا بيأثر أبدا. وأي ألوان استعملت بدها تكون بينحط لها لكر ما عدا الفيتراي. الفيتراي ما بده لا لك ولا بده شيء مادي حماية يعني. أكيد رولا أخذنا فكرة عن كيف فينا نعمل من الأشياء الموجودة عنا بالبيت تحفة فنية أو شيء حلو ينحط عندك على الطاولة بطريقة كتير حلوة وطريقة جميلة ومرتبة وما بتكلف ربات البيوت كتير. بدنا نشكرك على وجودك معنا ونتمنى لك التوفيق أكيد بمحطاتك القادمة. شكرا كتير لكم وبتشكر هالمناسبة الحلوة اللي تعرفت عليكم فيها. بدنا نتشكر وجودك رولا البارودي حرفية بالقطع والحرف اليدوية. شكرا لك. ومع هي الفقرة بنكون وصلنا لختام صباحنا غير لليوم بمحطاته اللي حاولنا من خلال اليوم انه نضيء على اكثر من منحة الطبي وايضا الفني والعلاج بالموسيقى وغيرها من المحطات مثل ما عودناكم كل يوم. باقة متنوعة من المواضيع، نتمنى هيك ان نكون ضيوف خفاف لطاف دائما على صباحكم. بقية نهار سعيد لكم يا رب، ونهار سعيد لك نور. نهار سعيد لك سلمى، ونهار جميل لجميع مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلتنا الصباحية وصلت للختام، حاولنا خلال ساعة وربع نسلط الضوء على النشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية وعلى أشياء تهم ربات البيوت. أكيد بالختام ما بننسى نوجه تحيتنا لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء. باي باي. باي باي.